قالوا لك والديك قبل ما تطلعي من البيت اليوم؟ وش وصوك على ايش؟ يعني اني اكون ملتزمه بالحجاب واكون مجتهده في المدرسه. بدايه كنت متوتره، لكن لما وصلت يعني بدأت شوية أتعرف على المكان وصديقات، يعني تحمست. أكثر شيء أحبه تعامل المعلمات، يعني تعامل المعلمات زين واجد. لما مثلا ما نفهم شيء يعيدولنا الشرح، ومساحة المدرسة زينة، وشكل المدرسة جميل، والمديرة طيبة وكذا. أحب أشوف صديقاتي والمعلمات. من تصير في المستقبل؟ يمكن أخصائية نفسية، معلمة، دكتورة. الدكتورة إن شاء الله كله أمور سهلات. يعني طبعا حظينا باستقبال مبهر من قبل مديرة المدرسة، ونتمنى للطالبات التفوق والنجاح في هذا العام الدراسي، ويكون عاما مكلم بالتوفيق والجد والاجتهاد. هدفنا هو رفع مستوى التحصيل للطالبات في مادة اللغة العربية، والوقوف جنبا إلى جنب من خلال تحدي الصعوبات مع بعضنا البعض، سواء من قبل معلم المادة أو من قبل الطالبات نفسهم. طبعا المشاعر اليوم مختلطة بين مشاعر وداع أيام الراحة الإجازة والشوق لعام دراسي جديد. بإذن الله سيكون عام دراسي مليء بالإنجازات. تم الاستعداد المسبق لهذا اليوم من خلال تخطيط مسبق خلال اليومين السابقين من دوام المعلمين. الوزارة استعدت في توفير الكتب للمدارس وإمدادنا بالأعداد المطلوبة. بالأمس الحمد لله قامت لجنة الكتب بفرز الكتب وحصرها حسب أعداد الطلبة.